يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بخبر سريع، نشر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك خبر سفر منتخبنا الوطني الاولمبي للعاصمة الاردنية. طبعا الاجراء معسكر خارجي عم يمتد ل 27 من الشهر الحالي. رح يلعب مباريتين مع منتخب الاردني الاولمبي ب 23-26 هذا الشهر. طبعا انا بفيديو سابق ذكرت هذا الموعد للمباراة. بتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. قائمة اللاعبين 23 لاعب هني فارس ارناؤوط، يوسف الحمي، يوسف محمد، محمد كامل كوي، انس العاجي، محمد مازن عمارة، عبد الرحمن بركات، يزن العرابي، زيد غرير، ميلاد حمد، الليث علي، محمد مالطا، خالد كردغلي، كامل حميشي، علاء الدين الدالي، مروان زيدان، عبد القادر عدي، زكريا حنان، محمد البري، نبيل كورو، ويليام غنام، عبد المنن خليل، أنطونيوس حدكي. عبر تصريحات المدرب أيمن الحكيم كانت، قال المدرب أيمن الحكيم إنه يتطلع لمباراتي الأردن وخاصة أنها تمتلك منتخبا جيدا. واجهناه في التصفيات التأهيلية للبطولة الآسيوية، مشيرا في الوقت الذاتي أن المعسكر سيكون من أجل المحافظة على جهوزية لاعبي المنتخب الأولمبي، وخاصة مع تأجيل منافسات بطولة الدوري الممتاز، علما أن بعض اللاعبين جاءوا إلى المعسكر بإصابات طفيفة تعرضوا لها في أنديتهم. وأضاف الحكيم أن المنتخب سيواصل استعدادات للنهائيات الآسيوية. طبعا قائم الأساسي للمنتخب الأولمبي هي 32 لاعب، ذكرنا 23 لاعب الموجودين حاليا، ولسه في لاعبين بالخارج المحترفين تم توجيه دعوات من أجل الانضمام للمنتخب الأولمبي. من أبرز اللاعبين والأسماء سيمون أمين. بالنسبة لموضوع نقل المباريتين، من الممكن أن نلاقي نحن قناة الأردن الرياضية ناقل المباراة. بكل حال نحن منأكد هذا الموضوع أو هذا الخبر قبل المباراة بيوم أو بيومين حسب مصادر النقل يلي بتتوفر. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا مع المدرب أيمن الحكيم، وإن شاء الله تحقيق نتائج إيجابية. مثل كل مرة أصدقائي، بتمنى أنكم تشاركونا رأيكم حول أداء المنتخب الأولمبي المتوقع بالمباريات يلي جاي. شكرا لكم.